الأمم يا هيئة الأمم. يا هيئة الأمم وش قد تهدمت كنائس، وش قد تهدمت مدارس، وش قد تهدمت جوامع، وش قد تهدمت بيوت، والظلم لازم يموت. يا هيئة الأمم من دمع طفلة بريئة هزها صوت الانفجار، ومن دعاء أمنا العزيزة الصمدت بوجه الحصار. أكتب بالضمير، أكتب بالقلم، هذا مصدر للمآسي، هذا مصدر للظلم. يا هيئة الأمم اسمعني بشار الأسد، اسمعني بشار الأسد، أحرار احنا أحرار، اسمنا بين البشر أبطال لا ثوار. بس انت اسمك نذل، بس انت اسمك نذل، وجايب الملتك عار، قاتل شباب الوطن يا مجرم وغدار.